الكافيه في له عنده بعد ما اخذت جوله سريعه قضيت 3 4 ساعات في الريف الانجليزي كان يهمني استكشف او اسال فين في اوتليت في لندن في هذا المكان. هذا المكان فيه له محل تجمع كل البراندز اللي مسوي اوتليت، والاهم من كده انه في بعض الشركات خصوصا اللي تسوي رحلات سياحيه ويتسوي تنقلات ومواصلات يعطوك حاجة اسمها VIP كارد. زي ده VIP كارد ده يديك 10% إضافي غير الخصم الموجود أصلاً في الأوتلت. هذا الكوليكشن حق كريستيان ديور، أظن هذه من أكثر البراندز يعني جاذبية عنده. المنطقة اللي فيها الأوتلت كلها جرينري اريا، كلها مناطق يعني مليانه زهور وخضار. هذا جوتشي مسوين ديسبلاي رهيب صراحه، وموقع كمان مميز جدا. طبعا يتفننوا المحلات كيف يسووا الويندو ديسبلاي حقهم، بس صراحه ما في زي سيلفريدج. هذا جيمي شو دلسي جابانا، يعني عندهم مشكله مع الاصفر، بعدين أصفر وريش، بعدين كذا. هذه أظن أكثر ماركة عند التينيجرز البنات يحبوها، جيسيكا تورو. هذه هي جيسيكا تورو. هذا ميس ديفل من أقدم العطور اللي اشتهرت في العالم العربي من الثمانينات، يعني من حوالي 30 أو أكثر من 37 سنة. صراحة كان يستخدمها والدي وكنت أنا أحب ريحتها، كنت استخدمها وسألني عنها عمنا ابو سعد وقاعد ادور ما في. هذا اشهر محل كريب هنا في جيتا. الملك كيف تقطع الموز؟ Can I do contactless? Yeah. شيء عجيب. حط الصوص. Thank you very much. شوكولاتة بنانا، كارما بنانا. الإيراني قريب من شارع العرب، من أعلى المطاعم اللي عندهم تقييم في إدوارد وود. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت أبغى أشرب شاي وأفطر أطلع المطار ألحق رحلتي إن شاء الله. بس أتكلم عن حاجة مهمة جدا. أنا كنت نازل في فندق 5 ستار هوتيل في ماي فير اللي هي يعني المفروض أغلى منطقة في كل بريطانيا مش بس في لندن، ومع كده الأوتيل للأسف تلاقي حاطين عليك تشارجز ما هي من حقهم. يعني مثلا غرفتي من ضمنها البريكفاست، ومع كده حاطين لك حاجة اسمها فود اند بيفرج سيرفيسز. يا اخي هذه حقي، قال لي هذه تيبس، قلت له طب ما انا كنت افطر كل يوم واعطيهم تيبس، كده حدفع تيبس اغلى من قيمة الفطور؟ مو معقول. فقال لي لا هذه بمزاجك، بس احنا يعني نحطها اوبشن لانه دائما ضيوفنا يكرموا العمال. فابغيكم كيف تغيرت الفاتورة 3 مرات. لقيتهم كمان حاطين لي النيوز بيبر اللي اقراها كل يوم حاسبين عليا. شوفوا هذه الفاتوره الاولى 256،
وكان فيها الجواد والسيرفيس، بعدين صارت 245، بعدين اخر شيء صارت ب 177. لما تحسب الفرق من 256 ل 177 فرق كبير. والله هذا احلى اتاي مغربي في لندن. الله يعطيك الصحه. الله يسلمك. طبعا اهم مطبوعه من وجهه نظري انا عربيه هي الشرق الاوسط ومقرها لندن، فكان من الصعب جدا اني اجي لندن وما اروح ازور الشرق الاوسط. للاسف غيروا موقعهم، صاروا في مكان بعيد عن وسط البلد قريب للمطار، عشان كده حطيتها في الجدول اني ازورهم اخر شيء وانا طالع المطار. فالان في طريقي الى واحده من الاشياء اللي كان نفسي اسويها في حياتي دوما، اني ازور المقر الرئيسي لصحيفة الشرق الأوسط. كإعلامي ومن زمان أتعامل معهم، عندي صداقات ومعارف ناس كتير هناك، فاليوم حان وقت أني أسوي تيك على أشياء مهمة. واحد من الأشياء المهمة جدا أني أسوي في حياتي أني أزور الشرق الأوسط مقرهم الرئيسي في لندن. أنا في طريقي، متحمس جدا وأتمنى أن تكون تغطية ممتازة. أخيرا هنا في قلب الحدث، هنا الشرق الأوسط، هنا الحبايب كلهم. أنا والله سعيد جدا اليوم بشوفتكم. يلا خذونا جولة. طيب هنشوف حد كتير. يلا يلا يلا, يلا. اللي موجود اللي موجود. يلا بسم الله. الله يعافيك أستاذ هاني، يكمل عمنا. يلا احنا جواسيس. لا لا جواسيس لا، نصور بس. الآن ننطلق إلى سكاي تيم لاونج، شوف كيف يطلع. هذا سكاي تيم لاونج قدام جيت نمبر 10، نشوف اللاونج كيف يطلع. بسم الله أدخل اللاونج. يعني المفروض صراحة يكون شيء فخم، هيجيني ديسابوينتمنت لو كان تعبان. القاعة دورين صراحة، البوفيه حقهم يعني بين التتشز كده الشرقي والغربي، زي ما انتم شايفين هنا ورق عنب، اجبان، باستا، سوب. هذا الشيء مره لذيذ، بيف ستروغانوف بس معمول ب فيري تيستي بيف. وهنا عندهم تشيكن، رز طبعا لازم. هنا السالاد بار دايما انت شايفين، صح اكلهم لذيذ، ورق عنب كأنه شغل بيت.